ولو اللعيبه استعادت شخصيه الاهلي وحاولت ان هي تبقى اجريسيف اكتر في الملعب وما يبقاش فيه خوف وتحسن الوضع الدفاعي، الاهلي قادر انه يكسب الماتشين ويصعد اول كمان، مش يصعد بس. ان شاء الله الاهلي قادر على الصعود يعني بعد المستوى اللي احنا شفناه، ف اعتقد ان الاهلي هيقدر يصعد ان شاء الله يعني. وطبعا الناس كلها مستنيه الاهلي من زمان، بقى لهم 3 سنين مش عارفين يكسبوا، فان شاء الله دي البطوله بتاعت الاهلي يعني. كل جماهير الاهلي وهو معاهم. ده انا ما اعتقدش، ان شاء الله مش هيصعد يعني، خلاص البطوله ان شاء الله زملكاويه. طبعا اكيد هيقدر على الصعود. طبعا ده الاهلي يعني هيكسب ماتش ان شاء الله جايين ويصعد اول كمان. طبعا هو الاهلي كبير في افريقيا والقاره الافريقيه كلها عارفه كده، هو بس ممكن عشان بره ارضه بقاله كتير ما كسبش، بس هو لا قادر اللي هو يصعد ويصعد اول كمان. انا مش شايف كده خالص، لا الفريق يعني هو في الدوري كويس جدا، لكن لما بيطلع افريقيا مش يعني المدرب حتى مش هينفعهم. والله شايف ان الاهلي صعب على نفسه، بس ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يصعد باذن الله. ان شاء الله نكسب النجم هنا ونتعادل مع الهلال هناك ان شاء الله ونصعد باذن الله. ان شاء الله نكسب النجم الساحلي والهلال السوداني، وثقتنا في الاهلي كبيره يعني، واحنا متعودين من الاهلي على كده، يعدي فتره الصعوبات دي ان شاء الله هنصعد. كنا متعودين ان الاهلي في السنين اللي فاتت بيمر بازمات زي كده، بس بيقدر يتخطاها يعني ويعدي ويوصل لادوار متقدمه يعني في البطوله. والاهلي ان شاء الله لا هيصعد يعني، انا متفائل ومتاكد ان كده كده هنصعد يعني ان شاء الله. عارف احنا كل مره بنصعب الدنيا على نفسنا، بس في الاخر بنيجي وبنظبط الدنيا وبنصعد يعني. لا كده كده الاهلي هيصعد يعني، بس هو كده كده الاهلي مش محتاج يعني، الماتش جاي لو كسبه خلاص هيضمن يعني، بس وقدامه الهلال والنجم، فكاكا يكسب الهلال والنجم يعني ان شاء الله هنكسبهم هنا زي المره فاتت 6. بالنسبه للزمالك هيبقى ماتش مازيمبي بالنسبه لهم سهل، لان مازيمبي ضمن الصعود، فممكن التعادل يبقى بالنسبه لهم سهل وساعتها الزمالك هيضمن الصعود لانه محتاج نقطه واحده. مش عارف بصراحه، بس هو لسه عندهم ماتش قوي زي ماتش مازيمبي هنا، فمش مضمون الصراحه، بس يعني بنسبه كبيره ممكن يصعدوا تاني يعني مع مازيمبي برضو صعد يعني تقريبا وخلاص يعني مش محتاجين حاجه، بس فكره بعد المجموعات بقى نشوف مين اللي هيكسب، بس ما اعتقدش ان الزمالك هيكمل كده كده هيطلع، والاهلي كده كده ان شاء الله حد الفاينل وهيكسب. هو كده كده ان شاء الله الزمالك، خلاص احنا كده عدينا ان شاء الله بقى الزمالك البطوله دي زملكاويه ان شاء الله. الزمالك لا مش هيحسم طبعا، هيطلع بره. هو هيصعد، هو ما فيش هو مازيمبي بس هم اللي في المجموعه يعني. فايز لا هو طبعا هو 7 نقط زي الاهلي، بس مجموعه الزمالك اسهل، والزمالك برضو فريق كبير، بس يعني ان شاء الله قادر. لكن الزمالك انا شايف ان بارتس كارتيرون احسن، لان قبل كده ودى الاهلي نهائي ابطال افريقيا، بس عشان الاهلي برضو اداؤه كان سيء هو اللي بوظ المدرب، لكن المدرب هو تمام ما فيهوش اي حاجه. والله الزمالك كده نسبه صعوده كبيره جدا يعني، ان هو فاضل له في الماتش يكسبه ان شاء الله ويصعد، لان الاثنين التانيين نقطتين ونقطتين، ففرصته كبيره ان هو يصعد ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يصعد معانا كمان ويقدر يوصل كمان النهائي ونتقابل احنا وهم ويبقى النهائي مصر ان شاء الله. بنسبه كبيره نقدر نقول بنسبه 70%. هو لو كمل الماتش الثاني كويس هيحسم الصعود عادي، مفيهاش مشكله خالص، لكن والمدرب كمان كويس، لان احنا معانا مدرب عنده خبره قبل كده يعني، طلع الاهلي النهائي يعني، بعد الاهلي كان في الاول في الموسم ده كان وقتها ضعيف.